اهلا بيكم مره تانية مشاهدينا، وبنبتدي معاكم جوله وقراءه في عناوين صحف القاهره الصادره اليوم، وبنبتديها من جريده الاهرام. وفي الصفحه الاولى ويمكن طبعا العنوان الرئيسي في كل الصحف النهارده، الرئيس السيسي يتفقد اعمال تطوير عزبه الهجانه، توفير الخدمات للاهالي وانشاء مناطق ترفيهيه ورياضيه للشباب. طيب معنا من اخبار اليوم، انطلاق القمه الافريقيه غدا ومصر وعدت فاوفت، كلمات صادقه اصبحت انجازات غير مسبوقه للقاره السمراء. طبعا احنا بنتكلم عن عام كامل من طبعا رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، كان فيها أيضا يعني تقديم عدد من القضايا وطرحها على يعني مستوى المؤسسات والمنظمات الدولية والعالمية للاهتمام بالقارة السمراء من كافة أوجه، سواء التنمية الاقتصادية أو أيضا متابعة الأزمات السياسية أو الصراعات التي تعاني منها القارة السمراء. يمكن من ضمن هذه التفاصيل هي هو ملف بتفرد لي أخبار اليوم تقريبا 4 صفحات من بعض تفاصيل هذا الخبر. تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لأول مرة في فبراير 2019، وده كان بعد 17 عام على إنشائه، رغم كونها من أهم دول القارة وصاحبة أكبر اقتصاداتها من حيث الناتج المحلي الإجمالي. طبعا المزيد من التفاصيل في هذا الملف المطول على أخبار اليوم بيرصد ماذا قدمت مصر خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي للقارة السمراء. معنا الأستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالأهرام. صباح الخير أستاذ صبري. يا صباح الخير. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير عليك. صباح الخير أستاذ صبري. اهلا بيك استاذ صبري. طبعا مصر في الحقيقه طبعا العام المنقضي اللي رأست فيه الاتحاد الافريقي كان عام مختلف جدا، عام انجازات بكل المقاييس، ولو احصيناها اعتقد هناخد ساعات طويله جدا، لكن بالتاكيد ان مصر يعني قامت وقدمت الكثير للقاره الافريقيه سواء على مستوى القاره او حتى على المستويات الدوليه من خلال العقد حتى مؤتمرات وشراكات مع عدد من الدول الاوروبيه وكمان روسيا والصين. وفي الحقيقه طبعا في كل مكان مصر انجزت مشوار طويل جدا في القمه الافريقيه. تفضل. لا، هو أهم ما قدمته مصر على مدى العام التي ترأست فيه الاتحاد الإفريقي هو لفت نظر العالم إلى إفريقيا، وجعل القارة الإفريقية السمراء في واجهة الأحداث. عندما يذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أي دولة أوروبية أو أي محفل أوروبي أو دولي، كان يحمل معه تطلعات القارة الإفريقية ويتحدث عنها، ويتحدث عن رغبة الدول الإفريقية في حدوث تنمية لشعوبها، وكان دائما ما ينقل صوت إفريقيا إلى العالم وينقل ما يفكر فيه العالم إلى القارة الإفريقية في مختلف الأوقات. السنة دي كانت سنة حافلة. المهم بقى أنه يتم البناء على ما تم إنجازه في هذا العام، وألا تبدأ دولة جنوب إفريقيا عامها الرئاسي للاتحاد باختراع العجلة من جديد. علينا أن نتابع ما تم إبرامه من اتفاقات وبروتوكولات تعاون وخطط للتنمية، وأن نتابع تنفيذها، وأن نحرص على أن نكون فاعلين طوال الفترة القادمة كما كنا فاعلين طوال العام الماضي. طيب أستاذ صبري، يعني إزاي يستمر الدور المصري في دعم قضايا القارة السمراء بمختلف اتجاهاتها ومجالاتها الحية في الفترات المقبلة بعد انتهاء رئاستها للاتحاد الأفريقي؟ حضرتك قبل ما أدخل على الهواء، حضرتك قدمت الإجابة وقلتي أن مصر هي أقدم دول إفريقيا، وقلت أنها تملك أكبر اقتصادات القارة، وبالتالي هذا المكان الذي تحتله مصر في شمال القارة وارتباطها بأنها الجار الجنوبي لأوروبا وانفتاحها على العالم، أكبر ما يمكن أن تقدمه مصر هو استمرارية رفع القضايا الإفريقية على عاتقها ونقلها إلى العالم، ومتابعة ما أسفر عنه رئاستها خلال عام للاتحاد من مشروعات
ترى النور بالفعل، يعني لن تتوقف برامج تأهيل الشباب الإفريقي الذي تبنتها مصر وتنفذها على نفقاتها الخاصة. نحن ونحن نتحدث هناك شباب إفريقي في الأكاديمية الوطنية للتأهيل الشباب بياخدوا دورات الآن، ونحن نتحدث هناك خطط تتم على الأرض لإنشاء طريق طويل جدا من شمال القارة الإفريقية إلى أقصى نقطة في جنوبها، يمر بعدد كبير جدا من الدول، لأنه مشكلة القارة الإفريقية أن النقل بين دولها يعاني صعوبات، وأن الطرق بين الدول تعاني صعوبات، وأن هناك دول إفريقية لا تطل على البحار، وبالتالي عمليات استيرادها وتصديرها لمنتجاتها أو استيراد المنتجات اللي تحتاجها بيكون صعب شوية عشان الدول الحبيسة طبعا وبتكلفة عالية. وبالتالي كل المشروعات التي بدأت مصر اقترحتها وبدأت في تنفيذها سوف تستمر مصر في رعايتها وفي متابعة تنفيذها. بنشكر حضرتك جدا أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالأهرام. طبعا ملفات كتيرة قدمت فيها الدعم، مصر قدمت فيها الدعم للقارة السمراء، بنتكلم عن كمان عن الصحة بالزبط. ومبادرة 100 مليون صحة وفيروس سي أيضا بتشمل الأشقاء الأفارقة. خلينا نروح معاكم لجريدة الجمهورية وفي الصفحة الثالثة، مدبولي في اجتماع مع الوزراء المختصين برنامج متكامل لضبط الزيادة السكانية بشراكة مجتمعية، مسيرتنا الاقتصادية جيدة رغم تراجع الاقتصاد العالمي. من جريدة مصر اليوم ومن الصفحة الثالثة، مجلس الذكاء الاصطناعي بيعقد أول اجتماعاته برئاسة وزير الاتصالات وناقش تشكيل المكتب التنفيذي ومهام اللجنة الفنية ورفع كفاءة العاملين بالوزارات عبر برامج تدريبية بالتعاون مع شركات عالمية. طيب بنروح معاكم لجريدة الأهرام وفي الصفحة الأولى بنتكلم عن طبعا الفصل الدراسي الثاني، وطبعا عنوان رئيسي اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات. يمكن من تفاصيل هذا الخبر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء الترم الثاني للدراسة اليوم في المدارس التي تعمل السبت، على أن تنتظم جميع المدارس غدا مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم. طيب من جريدة أخبار اليوم من الصفحة الثانية كمان، فيروس كورونا اللي بيشغل الجميع وطبعا الصين على وجه التحديد، الصين تؤكد على قدرتها على هزيمة فيروس كورونا، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من نقص أدوات الحماية وارتفاع عدد الوفيات في كورونا ل 637 طبعا ده حتى صدور الجريدة يعني، وشفاء حوالي 1153 مريض ومزار البحث عن اللقاحات مستمر. طيب من الجمهورية نروح لجريدة الجمهورية وفي الصفحة الثالثة، وبنتكلم الحقيقة عن أخبار سارة جدا لملف الصحة، 100% زيادة بموازنة وزارة الصحة للعام الجديد، مدبولي استمرار المبادرات الرئاسية وخمسة مليارات جنيه للحضانات وطوارئ المستشفيات، انطلاق المرحلة الأولى لتأمين الصحي الشامل وتحديث 157 وحدة صحية. يمكن طبعا الاهتمام بقطاع الصحة تحديدا يا عمرو طبعا مع التعليم كان من المطالب الرئيسية في السنوات الماضية، فمن هنا بنتكلم انه بالفعل بنشهد طفرة وتحسن في هذا الملف. طيب كان في خبر محزن للجميع في الايام المقضيه، رحيل الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي عن عمر نهز 75 عام، ومحمد صبحي ضلع مهم في مسرحي والابياري مؤلف ومفكر بامتياز. معنا الاستاذ احمد سعد الدين الناقد الفني. صباح الخير استاذ احمد. صباح الخير. أهلا. صباح الخير. طبعا لينين الرملي يعني كثيرا ما امتعنا وكثيرا طبعا ما قام بحاجات كوميديه كبيره جدا، وكان كاتب عظيم يعني بالنسبه للمسرح حتى والحاجات الكوميديه بشكل كبير. رحيله في الحياه طبعا مثل خساره كبيره جدا لكل اللي كانوا بيتابعوا الفن الخاص بيه استاذ احمد على مدار الايام الماضيه. هو طبعا بالتاكيد رحيله يعني سبب خساره كبيره للمسرح،
او للوسط الفني عموما. لكن لو جينا نشوف مشوار او تاريخ لينين الرملي، يعني هو ابتدى العمل في فتره السبعينيات، ويمكن اول مسرحيه للفنان محمد صبحي اللي هي انتهى الدرس يا غبي كانت من تاليفه. وهنا كان في ثنائي كبير جدا عمله الفنان محمد صبحي والفنان الراحل لينين الرملي، وبعد كده اسسوا شركه او اسمها استوديو 80، قدموا منها مسرحيات كتيره جدا، اخرها كانت مسرحيه وجهه نظر، ثم مسرحيه بالعربي الفصيح. لينين الرملي له تاريخ طويل، يمكن نجاحاته الاكبر كانت في المسرح الحقيقه، لكن اسلوبه كان بيميل لاسلوب الكوميديا السوداء، اللي هو بيقدم عمل في كوميديا وفي ناس بتضحك، ولكن ليه اسقاطات على الواقع اللي احنا بنعيشه. فده اللي خلى اعماله تبقى موجوده والناس حافظاها، ان هي بتحبها وبتفهمها وكل حاجه، ومع ذلك لها اسقاط على الواقع. بعيدا عن محمد صبحي، هو قدم مسرحيه مهمه جدا اسمها اهلا يا بكوات، استمر عرضها اكثر من 16 او 17 سنه. طبعا في مجال السينما قدم الارهابي وبخيت وعديله مع الفنان عادل امام، عمل مسلسلات زي حكايات ميزو للفنان سمير غانم والفنانه اسعاد يونس في السبعينات، وعمل اكثر من عمل. لكن المجمل ان الفنان لينين الرملي هو احد المبدعين والاركان الاساسيه في الحركة المسرحية المصرية خلال الأربعين سنة اللي فاتوا أو الخمسين سنة اللي. أكيد صحيح. بنشكرك جدا أستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني، شكرا جزيلا. ويعني طبعا كان قامة كبيرة الكاتب الراحل لينين الرملي، كلنا استمتعنا بأعماله، ما حدش طبعا ينسى وجهة نظر المسرحية الرائعة رغم الكوميديا، لأنها كانت كوميديا هادفة ليها قضية وليها مضمون حقيقة، فعلا لازم يكون في هدف في الموضوع. صحيح، يعني احنا محتاجين بالفعل ان احنا نستعيد القامات الفنية دي تاني في على الساحة دلوقتي في مختلف المجالات اللي بتقدم فن الحقيقة، فن هادف، فن بيحترم عقول طبعا المشاهدين. مشاهدينا بكده بنكون انتهينا من جولتنا الصباحية لصحافة اليوم، وبنكمل معاكم ونبتدي أول حواراتنا لكن بعد الفاصل وموجز الأنباء. بالضبط كده، نروح لزميلة شيرت حمدي لموجز الأخبار، ثم نعود من جديد لاستوديو هذا الصباح مع زميلة ليلى عمر وحوار جديد. ابقوا معنا.